اليوم البنات مع وصفه انت جبت لكم وصفه هايله، ما فيهاش تخمر يعني ما تسناوش عليها، وما فيهاش دلك يعني في رمشه عين في 5 دقائق، مقادير جد بسيطه سورتو للناس اللي ما يحبوش الفرينه. اليوم ما نديروش الفرينه غير بكاس حليب وحبه بيض، نقول لكم نخرجوا واحد الروائع، يجوا خفاف هايلين، مام الاطفال فرحوا بهم، صدقوني انا ولادي فرحوا بهم. ان شاء الله تجربوهم وتدعيوا معايا وكتبوا لي في التعليقات واش الطريقه، ما نديروش فيهم فرينه. حنا واش عندنا في المقادير؟ البنات عندي هنايا كاس حليب يكون دافي، هاولي ملعقه خميره خبز، زوج ملاعق سكر، هكذا نخلطو كلش نخليوه يتفاعل بهذه الطريقه. هنا عندي زوج كيسان دقيق، يعني هنايا هذا السميد الرقيق، يعني الدقيق يكون رقيق بزاف ماشي فرينه. عندي حبه بيض و تاع الفانيليا هذه الطريقه. هنايا تقطعت لا فيديو، دونك نعاود لكم المقادير. واش عندي هنايا في السلطه تاعي؟ عندي كاس حليب يكون دافي، نفس الكاس ما دافي، 2 كؤوس سميد يكون رقيق، عندي قليل من الملح، 2 ملاعق سكر، ملعقه خميره خبز، وكاس فانيليا، وحبه بيض وفقط، ما فيه ني زيت ني زبده. يعني هذه الوصفه هكذايا. حنا واش نديرو هنايا؟ حنخلطو كلش بالخلاط الكهربائي كيما شتو، ولا في كام فوي كيما تحبو. شويه ثقيله هايلك، يعني خفيف على الكيك، على القوام تاع الكيك. هنا واش حنزيد عليها؟ نزيد عليها ملعقه جلجلان محمص هايليك، هذه اختياري، هاد الاضافات اللي نزيدهم يعني يعطوا لهم نكهه. هنايا عندي ملعقه تاع كاوكاو محمص وملحي، نزيد عليهم حفنه هايليك تاع العنب المجفف ولا سبير. هاد الاضافات نتوما ديروش، حبيتو ديروا زريعه الكتان، حبيتو ديروا يعني هاد الاضافات ديروا، حبيتو ديروا اللوز هكذايا. انا مش حنخليه يعني يرتاح، باسكو ديجا هاد الحليب الدافي يعني يخلي هاد الخميره ديالي تفعل فاسيمون، لو طون يتسخن لا كريبيا ولا المقله ديالو. نقول لكم واحد الريحه طالعه من هاد لافاني ولو ميلونج هذا تاع الكاوكاو والجلجلان هاليك، حيت نتقبو دي غير بغرير. يعني هادية كي تكونوا حاصلين في 5 دقائق تحطوا توجدوا كلش كيما درت انايا. راني الصباح راني يعني نوجدوا الفطور تاع الصباح، يعني مازال ما شربوش قهوتهم، حنوجدوا في مي با دي مينوت كلش وجد دير فوالا بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش يجو هامليك، يجو خفاف يعني خم البغرير هامليك، مسخوني الله الله. انا حبيت يعني نطيبهم هنايا، لازم نطيبهم شويه لتحتا. هنا هامليك بعد ما طابوا كيفاش يجو هايلين، واش نقول لكم؟ يجو ما شاء الله هامليك خفاف، شوفوا كيفاش يجو، يشبهوا شويه المعارك، مي هادو فيت في يعني في 5 دقائق توجدوهم، والله صدقوني ما خليتهم يختملوا قدامكم، يعني توجدوهم في 10 دقائق تاكلوهم، يعني سواء الكوتي ولا فطور هذا كيما تحبوها. ملي كيفاش يجوا متقوبين عليك واحد الريحه طالعه. انايا هنايا باش نعسلهم درت ميلونج، يعني خلطت العسل بالزبده، يعني ذوبتهم باش نعسلهم. نتوما الا ما عندكمش الزبده تقدروا تستبدلوه بلا مارغرين ولا تاكلوه باش حبيتو. ليسونسييل كيما شفتوا يعني وصفه ناجحه 100%، مقادير جد بسيطه. في الاخير نقول لكم ان شاء الله استفدتم لا فيديو، عجبتكم الوصفه ان شاء الله تجربوها، ما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق
واللي مازال ما اشتركش ان شاء الله يشترك باش يشجعني ويصلوا تنتي باش يلحقوا كل جديد. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو بين اصحابكم احبابكم وجيرانكم. نقول لكم تهلاو في روحكم وفي صحتكم، الى الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.